بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على فضله وإحسانه، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل البرية دينا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خير القرون وأفضل الأمة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصانا الله سبحانه وتعالى بتقواه والتمسك بالإسلام إلى الممات، فلا تهنوا، فقال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فكيف يتنازل المسلم وقد رفعه الله في درجة عالية، يتنازل عنها إلى ما يضادها أو يخالفها من أديان أهل الأرض أو تقاليد أهل الأرض؟ إن هذا لهو الغبن الفاحش والانتكاس. اتقوا الله عباد الله، فدين الإسلام هو دين الكمال، فمن يريد العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الذي يريد العزة فعليه أن يتمسك بالإسلام ولا يساوم عليه، ويعتقد أنه كمال وأن ما عداه ناقص. انظروا إلى الكفار باختلاف أجناسهم وأوقاتهم وأزمنتهم ماذا عندهم من الانحطاط في دينهم. إنه انحطاط لا تقره العقول، لا تقره العقول السليمة. فاليهود يتنقصون الله سبحانه وتعالى ويقولون: إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون: يد الله مغلولة، يصفونه بالبخل سبحانه وتعالى عما يقولون. والنصارى يقولون: المسيح ابن الله، أو الله ثالث ثلاثة، أو إن الله هو المسيح ابن مريم. هل بعد هذا تنقص لله عز وجل من تنقص؟ وهم يزعمون أنهم أكملوا الناس ويقولون: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه ملتهم والعياذ بالله، هل يرضى بها عاقل فضلا عن مؤمن؟ ومع الأنبياء، فاليهود آذوا موسى، ولهذا قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال سبحانه وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. والنصارى غلوا في المسيح ابن مريم عليه السلام حتى رفعوه إلى منزلة الألوهية ومشاركة الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته، جعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، تعالى الله عما يقولون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله اتفق عليه. فالغلو في الدين والغلو في الأشخاص هو من سنة اليهود والنصارى. وفي العبادة اليهود والنصارى بنوا المساجد على قبور أنبيائهم وصالحيهم وعبدوهم من دون الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عند موته ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك المشركون من الوثنيين والأميين تنقصوا الله عز وجل فعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد والأولياء والصالحين والملائكة والجن والإنس، تنقصوا الله سبحانه وتعالى فعبدوا معه غيره وساووا المخلوق بالخالق. وكذلك في العبادات اليهود تساهلوا في دينهم، اليهود تساهلوا في دينهم واستحلوا محارم الله بأدنى الحيل والعياذ بالله، تجرأوا على الله سبحانه وتعالى استحلوا محارمه بأدنى الحيل. وكذلك النصارى غلوا في دينهم وتشددوا ولزموا الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها، حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين، وحذرنا الله جل وعلا قبل ذلك بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فهذه عباداتهم ما بين وثنيين وما بين يهود ونصارى منحرفين في عباداتهم عن دين الرسل الذين يزعمون أنهم آمنوا بهم، ما بين غالي وما بين جافٍ. اليهود في المعاملات استحلوا الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، واستحلوا الرشوة وأكلهم السحت وهي الرشوة، واستحلوا المعاملات المحرمة لأن همهم جمع المال من أي سبيل ومن أي طريق، ولا يزالون
يتصفون بصفة الجشع والطمع وجمع المال في كل وقت وفي كل زمان، همهم جمع المال من أي طريق، لا يبالون من حلال أو من حرام. قد تشبه بهم من تشبه من هذه الأمة فصار يطلب المال من أي طريق ولا يبالي كسبه من حلال أو من حرام، بل إن أغلب كسبه أو كل كسبه يكون من الحرام والعياذ بالله، والحلال لا يرضيه ولا يكفيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اليهود والنصارى أمرنا الله جل وعلا، وكذلك بقية الكفرة، جميع الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والجاهلية، جميع الكفرة نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والمراد التشبه بهم في عباداتهم، والتشبه بهم في عاداتهم الخاصة بهم، من ملابسهم وهيئاتهم ومشيتهم وكلامهم وغير ذلك مما هو خاص بهم. فالمسلم لا يتشبه بالكفار، وقد ابتلي كثير من المسلمين للتشبه بالكفار، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذلة بالقذلة حتى لو دخلوا ذخر رب لدخلتموه. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم، معناه التحذير من التشبه باليهود والنصارى حتى في أسه الأشياء، وأنت تجد كثيرا من الناس يتشبه باليهود والنصارى في أشياء تافهة لا خير فيها، مثل حلق اللحى، ومثل تغذية الشوارب، ومثل أنواع الملابس للنساء الكاسيات العاريات، في الشعور، في شعورهن بالنمص وقص الرؤوس وجعلها كوفرة الرجل وتدريجها وما أشبه ذلك، ليس لشيء إلا للتشبه، لأن الكفار يفعلون هذا، وهؤلاء يعتقدون أن الكفار أكمل فيقلدونهم، لأنهم لو كانوا يبغضونهم ويعتقدون أنهم ناقصون لما تشبهوا بهم. والخطر شديد، قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، لأنه لا يتشبه بهم في الظاهر إلا من يحبهم في الباطن، ومن أحبهم في الباطن فهو منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أن يدل على تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي الكفر. ولا شك أن التشبه درجات، فمنه ما هو كفر كالتشبه بهم في عبادة القبور والأضرحة والبناء عليها، فإن هذا انسحب إلى بعض المسلمين أو إلى الفرق الضالة المتسمية بالإسلام، انسحب من اليهود والنصارى، فإنهم أول من فعل هذا الفعل. التشبه بهم في هذا كفر والعياذ بالله، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. ولن التشبه ما يكون كبيرة من كبائر الذنوب، كالتشبه بهم في البدع وإحداث الأعياد المبتدعة والموالد المنكرة وغير ذلك مما أدخلوه في الدين وهو ليس منه، وهو ليس من الدين،
ويعتقدونه محبة للرسول وهو بغض للرسول، لأن من أحب الرسول اتبع سنته. ولهذا يقول الشاعر: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إنسان، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إنسان. والآخر يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إلا المحب لمن يحب مطيع. فأين هم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأين هم محبة الرسول، وهم يحدثون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. لقد كان التشبه قديما في بني إسرائيل حينما قالوا لموسى، لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يريدون تقليدهم في الشرك بالله عز وجل. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. نفس القضية حصلت مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى غزوة حنين ومعه جماعة أسلموا حديثا، أي قريبا عهدهم بالإسلام، وكانوا يجهلون. فمروا بقوم من المشركين يعكفون على سدرة يعلقون بها أسلحتهم يتبركون بها، يقال لها ذات أنواط. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب صلى الله عليه وسلم وكبر وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن. قلت: الذي نفسي بيده، كما قالت لنا إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ألا فليتق الله كل مسلم، يتق الله ويحذر من التشبه بالكفار على اختلاف أصنافهم وأطيافهم، وبالمبتدعة والمرتدين. لا يأخذه التقليد الأعمى والمحاكاة الضالة وتعظيم أعداء الله ورسوله إلى أن يقلدهم ويحاكيهم. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بدينكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بدينكم وبأخلاقه وآدابه، فإنه دين الكمال ودين الرحمة ودين النجاة، وما عداه فهو ضلال وهلاك وكفر بالله عز وجل. فلا تغتروا بالمظاهر الخداعة، لا تغتروا بما متع الله به الكفار
زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لا يظن ظان أن معنى عدم التشبه بالكفار والذي أمر الله به ورسوله وعدم موالاتهم أن ذلك يعني أن لا نتعامل معهم فيما أباح الله لنا التعامل به من المنافع والمصالح التي لا تمت إلى الدين بصلة ولا إلى الأخلاق ولا إلى العادات والتقاليد، وإنما هي معاملات مباحة مثل البيع والشراء معهم فيما أباح الله، واستيراد المصنوعات منهم والمنسوجات والأطعمة وغير ذلك من المنافع، فهذا مما خلقه الله للمسلمين بالأصالة، والكفار تبع لهم فيه. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وكذلك ليس من التشبه بالكفار أو من موالاة الكفار أننا لا نتعاهد معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك ألا نبرم معهم العهود والمواثيق التي هي من مصالح المسلمين. ليس من الموالاة أو التشبه أننا لا نؤمن من دخل بلدنا بإذننا منهم لبيع أو شراء أو عمل يعمله أو لأجل أن يسمع الإسلام والقرآن، فإن الله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكانت رسل الكفار تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقبلهم في المسجد، استقبلهم في المسجد وتفاوضوا معه، فهذا ليس من محبتهم ولا من تشبه بهم، وإنما هو من المصالح والمنافع للمسلمين. ولا يجوز الاعتداء على المعاهد والذمي والمستامن. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. رواه البخاري. فالأمر احتاج إلى تفصيل في هذا، فإن قوما غلوا في تحريم غلوا في الحكم حتى حرموا المعاملات وحرموا المعاهدات، واعتدوا على المعاهدين والذميين والمستأمنين، وارتكبوا ما حرم الله بقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن النفس التي حرم الله من له عهد مع المسلمين أو صلح مع المسلمين أو أمان مع المسلمين، فإن الله حرم دمه وماله، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، والإسلام دين وفاء. وكذلك ليس من الموالاة للكفار والتشبه بهم أن المسلم يسدي المعروف إلى من أحسن من الكفار. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. وهذا يعم الوالد المسلم والكافر. وصينا الإنسان بوالديه
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك، هذا محل الشاهد، وإن جاهداك يعني كان كافرين ويريدان منك أن تكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنت لا تطيعه في دينك ولكن عليك الصلة والمصاحبة بالمعروف. وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أمها كافرة، وجاءت إليها بالمدينة فتريد منها صلة، فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن والدتها جاءت وهي راغبة يعني تريد المال الصلة، أفأصلها يا رسول الله؟ قال نعم صلي أمك، وهي كافرة. فهذا ليس من التشبه وليس من الموالاة، وإنما هذا من كمال الإسلام. والله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا من العدل. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين والمرتدين الذين يصدون عن سبيلك ويريدون أن يغيروا دينك ويؤذوا عبادك المؤمنين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأضعف قوتهم واجعل باسهم بينهم واجعل كيدهم في نحورهم، وكف عنا باسهم وطغيانهم وعدوانهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم ومن حولهم وجلساءهم ومستشاريهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم.